إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، هذا الإسلام وهذا الدين نحمد الله تعالى به ونشكره، فإنها نعمة لا توازيها أي نعمة. فالذي أنعم الله عليه بالإسلام فهي النعمة الكبرى التي لا توازيها أي نعمة. ولذلك فالمسلم ينبغي أن يعلم ويتيقن أن هذه النعمة أكبر النعم. فلو ولد الإنسان في مجتمع كافر وخرج كافرا كيف تكون أحواله؟ كيف تكون أحواله؟ ولكن عندما يكون مسلما ويولد بين المسلمين ويعيش مع المسلمين ويلتزم بأمور هذا الإسلام فإنه في نعمة، ونعمة كبرى. ولذلك الثبات على هذا الدين يحتاج إلى أمور. على رأس هذه الأمور، إذا أردت أن تثبت على دينك على هذه النعمة تحتاج إلى علم، علم في الدين. هذا العلم يمكنك من أن تضع كل شيء في محله بحكمة وعلم، وأن تتصرف في شؤون حياتك بعلم وحكمة من الشرع. هناك مساكين مسلمين ولا يعرفون كيف يتصرفون مع أولادهم ومع زوجاتهم ومع أصدقائهم ومع إخوانهم ومع ومع، لأنه فقير من جهة العلم في هذه المسائل، فقير في العلم في هذه المسائل، لا يعرف كيف يتصرف. نعم يصلي ويلتزم بالصلاة وكذا وكذا، ولكن تجد عنده هفوات وأخطاء كبيرة وكبيرة جدا في تصرفاته. ولو كان عنده علم لما كان كذلك. وهكذا في جميع الأحوال، فالعلم بالدين نحن في حاجة إليه في جميع أحوالنا، لا نستغني عنه. ولذلك وجب علينا أن نتعلم، والعلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، نحتاج إلى اليقين، اليقين التام. يعني يكون عندنا يقين في الإيمان بالله
وفي الإيمان بدينه وفي الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم ورسوله. اليقين في يعني نحن نزاول العبادة ونحن على يقين عظيم بأن هذا شيء فرضه الله وينبغي أن نؤديه كما أمر الله. اليقين هو ضد الشك، فلا ينبغي أن تغتاب ولا أن تشك في أمر من أمور الدين، ينبغي أن تكون على يقين. وإن دخلك شك في شيء من الأشياء فعليك بالعلم، تعلم ليزول عنك الشك، تعلم ليزول عنك الشك. فلا يمكن أن تنال الأمور باليقين إلا بالعلم، ولذلك كان هو المصدر الوحيد والعظيم والأول. إذا اليقين هو الذي جعل المسلمين أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وكل ما أوتوا. الله عز وجل قال في شأن أصحاب اليقين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. شوف، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، في سبيل الله أولئك هم الصادقون. شو ايش قال في الأول؟ إنما المؤمنون، هذه أداة حصر وقصر. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، نفى عنهم الريب والشك. ثم قال: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. متى جاء الجهاد بالأموال والأنفس؟ بعد اليقين. فلو لم يكن عندهم يقين لترددوا في الجهاد بأموالهم وأنفسهم، ولكن اليقين لما ثبت في القلب جاهدوا بأموالهم، استرخصوا الأموال في سبيل الله واسترخصوا الأرواح في سبيل الله. الآن بعض الناس في هذا الدور ديال القرآن كاين اللي ما تيقدرش يتعاون، هذا جهاد في سبيل الله، لأن هذا المكان في تعليم القرآن، في تعليم السنة، وهذا هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعليم وعي، وعي بالإسلام حقيقي، وعي كبير بالإسلام حقيقي بالقرآن والسنة. إذن هؤلاء متى استرخصوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله؟ بعد أن دخل اليقين في قلوبهم. ما شاء الله. ثم جاء الطابع من عند الله، ماذا قال فيهم؟ أولئك هم الصادقون. طبعا على هذا الناس، أولئك هم الصادقون، هؤلاء هم الذين صدقوا في قولهم آمنا بالله، وفي قولهم آمنا برسوله، وفي قولهم آمنا بدينه. هؤلاء الذين استرخصوا أموالهم وأرواحهم في سبيل الله، هذا هو المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. أما الإنسان المتردد ويدير الخير ويتردد فيه، ما عنده يقين، ما عنده يقين، هذه المشكلة. وهذا اليقين هذا إن لم يصاحبك في جميع أعمالك تكون أعمالك يعني ناقصة. إذن بعد ذلك
أريد أن أدخل في الموضوع، لذلك أريد هذه المقدمة أن أتجاوزها، ولكن هي مهمة مهمة. ثم بعد ذلك الإخلاص، متى يكون العبد مخلصا؟ إذا عرف الخلق وعجزه، وأنهم لا يمكن أن يعطوه شيئا، فهم فقراء كما هو فقير. إذا عرفهم معرفة حقيقية، ثم عرف ربه معرفة حقيقية، عبد القالب، فعند ذاك بقيش يعمل أعمال لوجه الناس أو ليراه الناس، لا، لأن الناس عرف حقيقتهم ما كانش بيعطي شي حاجة، يتكلموا صافي الكلام، الإنسان تيدير تيفعل تيترك وكذا إلى آخره، هذا كلام لا يسمن ولا ينجع، ولكن العطاء العظيم والكبير هو عند رب العزة الجواد العليم الحكيم الذي ينظر منك كل شيء. استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تطغوا، لا تتجاوزوا الحدود من ما شرعه الله إلى شيء لم يشرعه الله وهو البدعة أو غيرها. إذن ونعطي نماذج من حياتنا، هؤلاء الذين يسفكون دماء المسلمين ويقتلونهم غدرا ويقتلونهم باسم الدين، هؤلاء عندهم علم بالدين؟ ليس عندهم علم بالدين أبدا ولا يعرفونه أبدا، فلو كان عندهم العلم ما وصلوا إلى هذه النتيجة أبدا. ولكن لما كانوا فقراء في العلم ولا يريدون أن يستمعوا إلى العلماء وإلى شيوخ المسلمين في العلم، لا يريدون أن يستمعوا، منعهم الغرور وهم حدثاء الأسنان، حدثاء الأسنان يعني صغار السن، لا يعرفون شيئا، ومع ذلك لا يريدون أن يستمعوا لمن له تجربة وله علم. الغرور. إذن الإخلاص، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جميع أنواع العبادات ينبغي أن تكون لله، حتى الصدقة من العبادة، الصدقة من عبادة. شوف الرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، هذا تعرف الله ولا ما تعرفوش؟ تعرفوا وتعرف الخلق، تريقلت عنده الأمور، الخلق ما عنده ما يعطي. ولكن هذا الرجل كان من السبع الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. والرجل الذي كان جالسا وحده ليس معه أحد، لا رياء ولا سمعة، فذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله. إن الإنسان عرف الله معرفة حقيقية، عرف الله بواسطة رسوله بواسطة القرآن الكريم، تتبع ذلك فعرف الله عز وجل، فكان من الذين يكونون غدا يوم القيامة تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. إذن الإخلاص
جاء أيضا بعد الإخلاص الصبر على الإخلاص وعلى العمل الصبر، لأن الزمن ليس قصيرا بل هو طويل، والنفس والشيطان ينازعانك، أنت في منازعة مع الشيطان مع النفس على الدوام، فتحتاج إلى صبر. والصبر أقسام: صبر على طاعة الله وتؤديها كما أمر الله ورسوله، صبر عليها، لا تفطر يوما من الأيام حتى إذا حدثك نفسك بالفطور فعليك أن تقاوم هذه النفس، أن تقاوم هذه النفس، لأن النفس واحدة ولها صفات: أمارة بالسوء، لوامة، مطمئنة. فأنت لابد أن تقاومها حتى تكون مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الصبر على طاعة الله والصبر عن معاصي الله. فالشيء يقصد دائما كنوا على علم به وعلى عمل به، وبصبر نعمله. ما أكثر من يدعو إلى الرذائل ويدعو إلى الفواحش والمنكرات، ينبغي أن تصبر على طاعة الله وتصبر عن معاصي الله التي يزخرفها المزخرفون، أعوان الشياطين يزخرفونها لك. والنفس تحب المزخرف، فإياك وإياهم، فإياك وإيا المعصية. الصبر عن المعصية ده شيء مهم أيها الإخوة الكرام، يعني ولا يمكن أن تلتزم بأحكام الله إلا بالصبر على طاعته والصبر عن معصيته. كذلك الصبر على أقدار الله. القسم الثالث: الصبر على أقدار الله. فممكن أن تكون فقيرا، ممكن أن يبتليك الله بمرض، ممكن أن يبتليك بأنواع البلايا في هذه الدنيا، وهذه الدنيا اختبار. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة يعني اختبار. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن الصبر على قدر الله. هناك مشاكل ولكن تستعين عليها بالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر دائما موجود، الصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع يعني مشكلة، أرى الصلاة، توضأ وأرى الصلاة، يعني لا يخلصه من ذلك إلا الله. اللهم لا ملجأ منك إلا إليك. لم نبت تلتجئ، العباد كلهم فقراء وليس بيدهم شيء، ولكن عندما ترجع إلى الله تجد كل خير. تسجد وتسأل ربك الذي بيده كل شيء، قادر على أن يفرج همك، قادر على أن يزيدك هم على هم، فأنت تلتجئ إليه وتسأله التخفيف والفرج، والله عز وجل يجيبك إن لم يكن هناك مانع. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا لي لعلهم يرشدون.
إذا استوعب الأعمال الصالحة. جاء في سورة العصر وتواصوا بالحق، يعني ما يكفيش تصبر أنت وحدك، ولكن ينبغي أن يكون هناك تواصي بيني وبينك، ينبغي أن يكون هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بيني وبينك. فالشيطان موجود، والغفلة موجودة، والنفس الأمارة بالسوء موجودة. إذن لابد أن تذكرني وأذكرك، تذكرني وأذكرك. وتواصوا، شكون هم المؤمنين؟ تيوصي بعضهم بعض بالالتزام، بالالتزام بطاعة الله عز وجل. إذن نأتي إلى موضوعنا. موضوعنا كما علمتم هو النكاح وما يتعلق به، وقد وصلنا إلى طاعة الزوجة للزوج، طاعة الزوجة للزوج، وذكر فيها الشيخ أمور مهمة، من ذلك أنها لا تدخل أحدا يكرهه الزوج إلى بيته، ولو كان من المحارم، ولو كان من المحارم، يعني من محارم المرأة. أما الذي ليس من المحارم فلا يجوز. إياكم الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، والحمو جمعه أحمام، وهم من جهة الزوج الأصهار، قد يكون أخوه، قد يكون ابن عمه، قد يكون ابن خالته، إذن من جهة الزوج. وكذلك كل من ليس محرم للمرأة لا يجوز أن يدخل عليها، لأن الحديث فيه العموم، إياكم والدخول على النساء. يعني شكون هاد النساء؟ اللواتي لسنا محارم، يعني ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم غاديش يمنعك من الدخول على امك وعلى اختك وعلى كذا وعلى زوجتك الى اخره، ولكن المقصود هنا نساء معينات، يعني لا يجوز الدخول على اي امراه، يعني المراه الاجنبيه عليك. هذا من الأمور التي نهى الشرع الزوجة أن تدخل واحدا من هؤلاء إلى بيت الزوج، وما أكثر المصائب التي وقعت بهذا التساهل عند ناس، نسأل الله تعالى أن يرد بهم وبنا. كذلك من الأمور التي ذكرت في طاعة المرأة لزوجها، جاء هنا في حديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. فقيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا. يعني المرأة لا تخرج من بيت زوجها شيئا إلا بإذنه، لا مال ولا طعام ولا كسوة ولا أي شيء، حتى تستأذن الرجل. هذه من الأمور التي تقوي العشرة بين الزوجة والزوج، فينبغي أن تتصرف كما شاءت. ومما سبق لنا في الحصة الماضية خروجها بغير إذن زوجها، لا يجوز للمرأة أن تخرج بغير إذن زوجها، ينبغي أن تستأذنه أو يعطيها إذنا عاما في بعض الأمور.
لا بأس. كذلك هذه المرأة ينبغي أن تكون طاعتها لزوجها في غير معصية الله طبعا، في غير معصية الله، كما جاء في الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فكثير من الأزواج عفى الله عنهم ونسأل الله لهم ولنا الهداية، يقول المرأة لا تخرجي معي منقبة أو بالفولار أو شيء من هذا القبيل، خصك تخرجي معايا متبرجة. وما تقوليش متبرجة، حيدي عليا أنا هذا الشيء، تخرجي معايا. شوف هذا الرجل لو كان عنده غيرة على عرضه لا يريد ولا يسمح لأي شخص أن يرى زوجته، ولكن انعدمت الغيرة في النفوس، انعدمت الغيرة في النفوس، فأصبح الإنسان يعني مائع مميع لأمور الدين، يقول برأيه ولا يلتجئ إلى النصوص. فيسمح لزوجته بأن تخرج سافرة متبرجة أو يأمرها بذلك. فإذا أمرها وهي امرأة ملتزمة محتشمة عفيفة ترتدي الحجاب وأمرها بالتبرج فلا ينبغي أن تطيعه ولا يجوز لها. وهكذا كل معصية لا ينبغي أن تطيعه فيها. نعم تطيعه في الأمور المباحة، أمور مباحة إذا أمرها بها ينبغي أن تستجيب له، لكن المعاصي لا، لأن فيها طاعة الله. فالله الذي أمرك بطاعة الزوج لا ينبغي أن تعصيه بهذه الطاعة. نعم. خامسا يقول أن تشكر له حسن صنيعه إليها ولا تجحد فضله. اش قال لنا الشيخ؟ قال لك المرأة ينبغي أن تشكر لزوجها معاملته معها وما يأتي به إليها، بحيث هي تجلس في بيتها والزوج يخدمها ويأتي بجميع شؤون المنزل من أكل وطبخ وغير ذلك، كل ذلك يأتي به الزوج وهي في بيتها. طبعا لها دور في تهيئ الطعام وغيره في البيت، ولكن ينبغي أن تشكره على هذا الأمر لأنه ينفق عليها ويكسيها وغير ذلك، ينبغي أن تشكر له ذلك، ولا تفعل كما يفعله كما تفعله بعض النساء، إذا رأت الخير سكتت عنه، ولكن إذا رأت من الزوج شيئا تقول ما رأيت منك خيرا قط. وهذا حديث نبوي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال عن ابن عباس رضي الله عنه، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير. شكون هو العشير؟ هو الزوج. ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. الحديث رواه مسلم. ما رأيت، وهذا موجود عند كثير من النساء. فالرجل يأتيها بكل ما تريد، ولكن يوما من الأيام عندما تتعسر عنه عليه الأمور قد تنتفض في وجهه وتقول له كلام لا يليق
حسن العشرة لا يليق به. الله عز وجل لما قال وعاشروهن بالمعروف، يعني هذا خطاب للرجال، وقال في آية أخرى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. داكشي الواجبات اللي لها والزوج ينبغي أن يقدمها لها، أيضا هي عليها واجبات نحو الزوج. فهو إذا طلب منه أن يعاشر الزوجة بالمعروف فعليها أن تعاشره أيضا بالمعروف. نحن طبعا تكلمنا في ما يجب على الرجال، تكلمنا في ما يجب على النساء في حسن العشرة. سادسا أن تخدمه في الدار، يعني في المنزل، خدمة الزوج الزوجة لزوجها، وتساعده على أسباب العيش الحسن، فإن ذلك يعينه على التفرغ لما هو فيه، لا سيما إن كان مشتغلا بالعلم. للحديث الذي أخرجه البخاري عن علي ومسلم عن علي بن أبي طالب أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى من أثر الرحى، من الرحى التي يطحن بها، فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي، فانطلقت فاطمة فلم تجده صلى الله عليه وسلم، فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، تقول فاطمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا هي وعلي، فذهبت لأقوم فقال على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمي على صدري، وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبران 34 وتسبحان 33 وتحمدان 33 فهو خير لكما من خادم. ما شاء الله. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يوجه ابنته وابن عمه علي رضي الله عنه وبنته أقرب الناس إليه، وكلنا يعرف حنان الأب لابنائه، وكيف يستجيب لهم. إذا فاطمة رضي الله عنها ماذا وقع لها؟ يعني تعبت من أشغال المنزل، فسمعت بسبي. شنو هو السبي؟ هو ما يسبى للكفار من نساء ورجال، فيقسم السبي بين المجاهدين. هذا السبي من رجال ونساء فيصبح خدم عند المجاهدين، إماء وعبيد، يمكن يبيعهم، يمكن يخدمهم معاه في أي شيء. المهم جاءت فاطمة ليعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم خادم أو خادمة، إنها تعبت من إشغال البيت، فلما جاءت لم تجده ووجدت عائشة، فسألت على الرسول فقالت لها لم يأتي بعد. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة جاءت فاطمة تسأل عنك، فذهب إليها.
قالت فاطمة فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذنا مضاجعنا، يعني هي وعلي رضي الله عنه، فقامت لتقوم فقال لها على مكانكم، ثم قال لهما ألا أعلمكم ألا أعلمكم خيرا مما سألتماني تكبران الله إذا أخذتم مضاجعكم تكبران الله 34 وتسبحان 33 وتحمدان الله 33 خير لكما من خالد. اللي غلبته الخدمة واللي غلبوا الشغل واللي غلبوا الامتحان واللي غلبوا أي شيء قبل ما ينعس واللي ياخذوا متجر ما ينعس يقول هذا الذكر والله تعالى تيسهل عليه داك الشيء بحال ما شي حد، والله عز وجل يكفيه الهموم ويكفيه كل الشرور. المشكلة أن الناس عندهم أمور بسيطة وبسيطة جدا ولكن لا يعرفونها ولا يعملون بها. إذا العمل بهذا الحديث يكفيك الله به كثير من الهموم، ويعينك الله عز وجل بهذا الذكر على جميع شؤونك اليومية، يعينك الله. إذن جرب سوف تجد ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومن كان له زوجان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه. اللي كان عنده زوجتان فعليه أن يعدل بينهن في كل شيء، في الأكل وفي الكسوة وفي كل ما يمكن أن يكون فيه القسم، وفي المبيت، في المبيت أيضا. إذا كان عنده زوجتان يقسم لهما في المبيت، هذه ينام عن عندها ليلة والأخرى ليلة، بقية ليلتان الرابع الثالثة والرابعة ينامهم في أي مكان، ما كاين حتى مشكل. إلا يبقى مسترسل تاع اليومين ما ياخذهاش يبقى معه يبيت، وليس من شرط المبيت الجماع، ليس من شرط ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا كان يحب عائشة أكثر مما يحب أي امرأة، أكثر مما يحب أي امرأة من زوجاته، فكان كما جاء في حديث ذكره ابن القيم أخرجه أهل السنن أو أصحاب السنن وحسنه بعض أهل العلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين زوجاته ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب، ميل القلب لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه، ولكن يستطيع أن يتحكم فيما بيده من قسمة النفقة وفي الأكل من الكسوة. إذن هذه المسائل يمكن أن يتحكم فيها، ولكن ينبغي أن يعدل في هذه الأمور المادية. لكن هذه الأمور المعنوية، هذه الأمور المعنوية لا يستطيع أن يعدل فيها.
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر من النساء الأخريات، لكن حبها لا يجعلها تنفرد بشيء من الماديات على غيرها من النساء. ذاك الشيء الذي أعطى لعائشة تعطيه للنساء الأخريات ولو كان يحبها. ومن هنا قال الله عز وجل: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وهذه اللي قال فيها الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ولو حرصتم، تحرص على هذا الشيء ولكن القلب ديالك راه وحده. إنما تحرص على العدل في الأمور المادية. ومن هنا حرم العلمانيون الذين لا يدرون عن كتاب الله شيئا ولا يدرون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، هم أبعد ما يكون عن معرفة الدين وعن معرفة الفقه في هذه المسائل. فقالوا: اسمع القرآن ماذا يقول، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتضروها كالمعلقة. يعني كالمعلقة لا هي متزوجة ولا هي متطلقة. انت ملي ملتي لهذيك المرأة ملتي لها لا معنويا ولا ماديا، صحتي تفضلها على الأخرى لا ماديا ولا معنويا، هذا لا يجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك رغم أنه يحب عائشة. المهم هم لم يفرقوا بين العدل المعنوي وبين العدل المادي. فالعدل المادي هو المطلوب من كل من الرجل بالنسبة لزوجاته، وإلا ضربنا القرآن بعضه ببعضين. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا في الأمور المادية، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ذلك أدنى ألا تهوبوا، ذلك أقرب ألا تجوروا، أقرب من الجور إذا كانت واحدة ولا تجور. إذا الله تعالى يقول: فلا تميل كل الميل، لا تميل مع عاطفتك فتحرمها من الأمور المادية وتفضل التي تحب عليها. إذا القرآن يأمرنا بتعدد الزوجات وفيه خير، ولو جئنا نعدد الخير الذي في تعدد الزوجات خصنا حصص، هذا ماشي موضوعو حنا غير دايزين تنتكلمو الى جا الموضوع. ياك ما كاينش النساء هنا تنتكلمو، ها هذا تولي يقول لك ما باقيش شي في القران وي ياك باقي هرب على نشوف داخل دار القران نوريك ان شاء الله. دابا راه ولاو ما تحكمت هما اللي خصهم يديروا اربعه ولا جوج لا لا فلا الامور فات لهم يلا يلا ان شاء الله وخلاص. الشباب تيقولوا انا غادي نحكم في مرتي، احيانا تحكم في مرتي. دابا تيقول انا ما نكونش بحال هادو اللي كبروا وصافي كذا عيالاتهم ديالهم تحت يديهم، احيانا تقبضوا لي القصور وتشوف غادي تولي اذا تسعف. لا اله الا الله. هاي قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم قالها من قبل 14 قرن والزايد، قال لنا تقول: ما رأيت منك خيرا قط. تجيبوا كل شيء ولكن في الخط. على كل حال، هي باش نقولوا للعلمانيين اللي ما فاهمينش مساكن، انا بعاد على الدين وخص هذا الشيء يعترفوا فيه، بعاد على الدين خصهم يلجؤوا للشيوخ ديال القرآن ديال العلم في الدين ويفسروا لهم
بالآية التي تأمر بالتعدد والآية التي تقول ولن تستطيع أن تعدل، لأن المقصود بالعدل هنا لنفهم الله عز وجل هو الذي ليس بيده وهو بقلبه، العدل المعنوي ما يقدرش الإنسان. ماشي من هذه الآية احنا بغينا ناخذ المتشابه، كما قال أحد أهل العلم رحمة الله عليه من السلف، قال ما رأيت أحدا من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه، يعني يخاصم يجادل إلا بالمتشابه، يعني هذه الآية جابوها متشابهة ضد التعدل، ما كانش التعدل، إذ الإنسان ما يقدرش يعدل ما كذا وبدا يخور هنا ويدخل هنا ويخرج هنا. أما الذين فأهلوا بهم زيغا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. المهم الآية لا تعارض بينها وبين الآية، هذه تأمر بالتعدل ومع ذلك تقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إلا خفتي ما قدرش وخفتي توقع في الظلم إذا واحدة، لكن ما يسر لك الله تعالى علاش ما نقدوش النساء؟ هل عوانيس الآن ما عرفتش كان عطاني شي رقم ما بقيتش عقلت عليه بالكثرة في الخليج، وهنا عندنا أيضا العوانيس ما عرفتش شحال في المية، وهاد المرة اللي كلها لقات نص راجل وتستر وتعفف وكذا، علاش لمن؟ راه كل حاجة شرعها الله إلا هو فيها خير للإنسانية، فيها خير للإنسانية، أأنتم أعلم أم الله؟ والناس بغاو تخوروا خلاو دابا هاد النساء كذا، وكل مرة محرمة على الزوج يعدد، ولكن إلا سقطي الخبر تيهزني وما كانوش تتغافل عليه، هي اللي يهزني ويجيبها ليا شنو لهنايا تولي معايا هنايا عندي كازو هنا الله ما نجاح. شوف تحب لزوجها الفاحشة ولا تحب له أن يكون عفيفا، ما شاء الله. إذا على كل حال لا تعارض بين الآيتين، فالعدل الذي نفى الله عز وجل هنا هو العدل المعنوي وليس المادي، والمادي قادر للإنسان أن يعدل فيه. انتبه إلى وعيد من الأمور التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، النصف ديالو مائل، وفي واحد الرواية وشقه ساقط يعني مائل يوم القيامة، باين بأنه هذا الإنسان كان يجور في زوجاته، لم يكن يعدي بينهما في الأمور المادية. وإذا سافر أقرع بينهن، يعني الإنسان يسافر ويدي معه زوجة، إلى قدر يدي معهم بجوج، ولكن ربما يخاف يتخاصموا وما مخاصمين في الدار وعاد يديهم ثاني داك الشيء يكملوا لي داك الشيء في السفر. إذا المهم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرع بين زوجاته، فمن خرجت فيها القرعة صاحبته في ذلك السفر. كذلك المؤمن إذا كان عنده زوجات أو سواء اثنان أو ثلاثة، المهم إذا أراد أن يخرج وأراد أن يأخذ واحدة منهن فلا بد أن يقرع بينهن، لا بد، ولو يديهم جن ثلاثة ولا جن ما كيديش، المهم إذا أراد أن يأخذ واحدة. وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوجة على إسقاطها، إذن رجل عنده مثلا ثلاث زوجات أو زوجتان، واحدة منهن يعني أصبح هذا الرجل
لا يعني لا يريد أن تبقى معه، أو كبرت في السن ويريد أن يستبدلها بامرأة أخرى، فممكن أن تصالحه. كيف تصالحه؟ تقول له: أنا أتركني معك وزوجتك، معك وأنا زوجتك، ونوبتي أعطيها للزوجة الأخرى أو تزوج من أخرى، ونخلي في الذمة ديالك ما باقي بغيت منك والو، إن كن معك ونشرب ونبقى صح. قال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. النشوز هو عصيانها أو مخالفتها، أو مثلا ما بقيش يديها فيها وينهرها بالكلام وكذا، حيث ما بقيش عنده رغبة فيها تنهرها فيها، أو إعراضا ما بقيش يديها فيها يعني يعرض عنها وعن تصالح تقول لي هذا الشيء. إذا قبلت أن تبقى معه فعليهما أي الصلح، أي الصالح أو يصلح، في قراءة حفص يصلح بينهما صلحا والصلح خير. الله تعالى يثني على الصلح، يعني يبقيها معه أفضل. قالت عائشة رضي الله عنها: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر به منها، يعني ما بقيش بها، يعني فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. فذلك قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. يعني ربما يمكن أن تعفيه حتى من النفقة، حتى من النفقة، ولكن هذه فعلتها نسيت اسمها، من زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هي كبرت كبرت وخافت الرسول صلى الله عليه وسلم يطلقها، لأنه الإنسان إذا ما بقي عنده سوق في المرأة، ما بقيش عنده رغبة فيها، ما خصوش يخليها في الذمة ديالته، لا هي متزوجة ولا هي متطلقة، يطلقها أفضل ما تقعد تحسب عليه الدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلق هذه المرأة، فقالت له: يا رسول الله ألقيني معك ونوبتي أعطيها لعائشة. كانوا كلهم تعرفوا بأنه يحب عائشة، ونوبتي أعطيها لعائشة، ففعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبقي الناس معه. ولكن استفادت من ماذا؟ استفادت بجوار رسول الله، وأنها من زوجة الرسول، وأنها من أمهات المؤمنين، وأنها سوف تكون زوجته في الآخرة. بهذا استفادت. إذن إخوتي الكرام، ربما نقف عند هذا